سلام من الله عليكم وأهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من ملفات. يعد ملف الإسكان الاجتماعي واحدا من الملفات المهمة التي توليها الدولة أهمية قصوى لتوفير مسكن ملائم لكل مصري على مستوى الجمهورية، حيث أخذت القيادة السياسية على عاتقها المضي قدما بخطوات ملحوظة وسريعة في هذا الملف بهدف تحقيق طفرات ملموسة على أرض الواقع تغير من شكل الحياة في مصر، وهو ما أشادت به العديد من الهيئات والمنظمات المحلية والدولية. ولعل ثمرة هذا المجهود هو حصول صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على جائزة الابتكار في فئة السياسات العامة بالأمس القريب. للحديث حول ملف الإسكان الاجتماعي ودور الدولة في توفير مسكن ملائم لكل مصري، يسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة من ملفات استشاري وخبير الإسكان الأستاذ الدكتور المهندس إسماعيل نصر الدين. أهلا يا فندم. أهلا بك دكتور. بداية أنا عايز أفهم يعني ما معنى جائزة الابتكار في فئة السياسات العامة؟ هو طبعا هذه الجائزة من الجوائز اللي أقدر من خلالها أحكم على أن هناك سياسة معينة تخص مجال الإسكان، هذه السياسة بتؤدي إلى نتائج إيجابية ملحوظة وتحقق الهدف منها. صندوق الإسكان الاجتماعي أخذ على عاتقه أو أنشئ ليكون هو الأداة التي تساعد على حصول الفئات الأقل دخلا على سكن ملائم وسكن مناسب. المفهوم والنجاح لأي دولة في الدنيا من ضمن الأهداف الأساسية لها أن يكون أن تحقق لكل مواطن سكن مناسب وملائم، لكن كلنا دخلنا مش زي بعض، في ناس تقدر أو تستطيع أن تحصل على السكن الملائم بقدر مستطاع طبقا لقدراتها المالية، لكن سياسة الدولة بتتعامل مع المجموع الغالبية العظمى من الشعب المصري وهي الفئة المتوسطة والأقل متوسط. طب ماذا قدم صندوق الإسكان الاجتماعي حتى ينال هذه الجائزة؟ ما أنا قلت إيه؟ نجاح السياسة اللي حطها صندوق الاجتماعي في تحقيق الهدف هو المعيار اللي بحكم على إن هذا الصندوق ناجح ويستحق جائزة ولا لا. بمعنى إحنا حطينا خطة وهدف، هذا الهدف كان إن أنا أوفر يعني عدد من المساكن أو الشقق السكنية للفئات الأكثر احتياجا اللي هي المتوسطة والأقل المتوسط. السياسة اتحطت عشان أنفذ مثلا 1,500,000 وحدة سكنية الفترة اللي على فترات زمنية. الفترة اللي اتحطت فيها أو التارجت اللي كان موجود تم تنفيذه بنجاح. ازاي؟ بالاضافه لايه؟ وضع سياسات تساعد محدود الدخل على انه يحصل على شق. صندوق الاسكان الاجتماعي حط نظام انه طبعا التمويل بيجي من البنوك ومن الجهات اللي بتدي، هذه البنوك لها فوائد ولها طبعا اموال لابد ان تستثمر ويبقى لها يعني عوائد، وفي نفس الوقت مطلوب سدادها عشان اقدر اخلص مجموعه وابتدي المجموعه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. المشاركه في تحمل جزء من يعني الدوله ان تقول انا هشيل جزء كبير من فائده الدين اللي على القرض الخاص بتمويل بناء هذه المساكن بيخلي قيمتها تنخفض. اكيد لما تنخفض هذه القيمه بالتالي انا بعرضها على المواطن الأكثر حاجة أو اللي محتاج دعم عشان يعيش في شقة بطريقة. هذا النجاح بيرصد
ورصد في مصر لانه في فتره زمنيه خلال الخمس سنوات اللي فاتت تم تنفيذ ارقام من الشقق السكنيه اللي تم فعلا على اسمح لي يا دكتور، يعني ما نشهده من انخفاض الفائده المقدمه من البنوك لتمويل مشاريع الاسكان، هذا ليس مقدما من البنوك من ذات نفسها، ولكن هناك فائدة أكبر الدولة تحمل جزءا منها. وأنا بتكلم على تحمل الدولة، هذه نقطة مهمة. صندوق الإسكان الاجتماعي مش بتاع أفراد ولا بتاع بنوك، ده بتاع الدولة، والدولة هي اللي تحملت لأن دي سياسة الدولة، وهذه هي سياسة يعني من ضمن الحاجات السياسات اللي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو فعلا يعني للحق فعلا وضع هذا الموضوع موضع اعتبار هام انه يحقق لشعب مصر ان يكون لكل اسره مصريه مسكن ملائم، وبالتالي يبقى كل فرد، لان الاسره عباره عن زوج وزوجه واولاد، يكون ليهم سكن كريم وملائم. بناء على هذه النجاحات اللي تم لصندوق الاسكان الاجتماعي، هذه المنظمه على فكره يعني بتضم حوالي اكثر من 70 دوله، حوالي 70 دوله، 69 دوله، وهذه المنظمه بتتابع كل مشروعات الاسكان وتهتم فعلا بالاسكان للفئات الاكثر احتياجا لمحدود الدخل ومتوسط الدخل. وعندنا في مصر هنا احنا عندنا نوعين في الاسكان الاجتماعي المدعم دعم كبير عشان اساعد الفئات الاكثر احتياجا، واسكان المتوسط او بيسموه اسكان مصر، وهو اللي بيدي للفئة اللي تستطيع ان هي تاخد مستوى جريد اعلى شوية من الاسكان الاجتماعي. المنظومة دي اللي تمت بنجاح وبشهادة دي منظمات لا تهدف للربح ولا تهدف إلى شيء أكثر من هي بتتابع هذه المشروعات وهذه الأهداف اللي بتحققها الدول المختلفة، وهي يعني مصر وشمال أفريقيا منضمة لهذه المنظمة، لما تيجي تحكم على ما تم تنفيذه بأن هي تعطي لصندوق الإسكان الاجتماعي هذه الجائزة، يعني بتقول ان هذا الصندوق حقق الهدف المرجو المعلن واللي سياسة الدولة كلها قائمة عليه، وهو ان انا بعمل اسكان. الموضوع يعني هناك تفاصيل كثيرة، هناك امور يجب ان نقدمها اكثر. نتوقف مع فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من الملفات. حصد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري جائزة الابتكار الدولية في فئة السياسات العامة كأفضل مشروع إسكاني لمنخفضي ومتوسط الدخل على مستوى العالم. جاء التكريم ضمن فعاليات منتدى الإسكان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنظمه مؤسسة هابيتات هيومانيتي الدولية. إنجاز مهم يأتي ضمن البرنامج الرئاسي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سكن لكل المصريين، الذي يهدف إلى إنشاء منظومة عمرانية تضم مجتمعات إسكانية متكاملة للمواطنين منخفضي ومتوسط الدخل، تحقيقا للعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة للمواطنين كافة، ولتغيير وجه الحياة في مصر في تلك المجتمعات الجديدة من خلال توفير جميع الخدمات الاجتماعية من الملاعب الرياضية والمستشفيات والمدارس إلى شبكة خطوط المواصلات، بهدف تشجيع المواطنين الكرام على الانتقال لوحداتهم السكنية فور تخصيصها لهم. وكلها أمور ساهمت في تمكين المرأة في الحصول على مسكن ملائم، إلى جانب إتاحة الفرصة لأصحاب المهن الحرة في الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري. ووفقا لمبادرة التكيف مع أثر المناخ التي تبنتها مصر في مؤتمر كوب 27، يأتي مشروع العمارة الخضراء الذي تم إطلاقه عام 2020 بالتعاون مع جهات محلية ودولية، حيث يستهدف بناء 25,000 وحدة سكنية بنظام الهرم الأخضر بهدف التحول للمباني صديقة البيئة بصورة كلية. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من العمل بالمشروع في ديسمبر من عام 2023،
لتصبح مصر أمام مرحلة جديدة بإنجازها العديد من المبادرات والمشروعات القومية القادرة على تغيير حياة الملايين إلى الأفضل في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر 2030. أهلا بحضراتكم مرة أخرى في ملفات، وملف هذه الليلة هو مجال الإسكان بعد حصول صندوق الإسكان الاجتماعي بجائزة الابتكار في فئة السياسات العامة. أجدد الترحيب بحضراتكم، وأجدد الترحيب بضيفنا أحد خبراء الإسكان واستشاري الإسكان الأستاذ الدكتور إسماعيل نصر الدين. أهلا يا دكتور. أهلا بك. دكتور، بنتحدث عن المعايير اللي بتلتزم بها المؤسسات الدولية الموجودة في القاهرة لاعتماد المساكن، لاعتماد مشاريع الإسكان. هذه المعايير، أول حاجة يعني من ضمن الحاجات الهامة أن ما تم تنفيذه طبقا لخطة الدولة، سواء بتمويل صندوق الإسكان الاجتماعي أو من موازنة الدولة ووزارة الإسكان، له معايير جديدة. إحنا كنا زمان بنعمل يعني ما يمكن أن نصف به، ما كنا نقوم به هو بناء المساكن أو بناء المسكن، ولكن أنا بقول الاسم الصح إن إحنا بنعمل عمران جديد. والفرق بين السكن أو الإسكان والعمران أن السكن ممكن يكون مجتمع سكني بس خدماته ناقصة، الأجزاء الخضراء فيه مش كافية وتبقى للمعدلات الدولية، الاتصالات والمواصلات والطرق والصرف الصحي والمية والخدمات الاجتماعية ومراكز الشباب و كل ما هو يجعل أي مجتمع سكني متكامل ويتمتع بالصفات اللي المفروض يعني تكون عليها هذا المجتمع السكني هو عمران في حد. ودي السياسة اللي خلت ان ما عرض من ما تم تنفيذه من اعمال بهذه المواصفات تخلينا ناخد الجائزة ضمن اكتر من 500 متسابق تقدم بشكل معين باشكال معينة في مشروعات في مدن كثيرة. أبرز الجهات المنافسة كانت إيه؟ في الأردن، كان في دولة من الأردن وفي دولة أفريقية، وفي حوالي 12 دولة على مستوى شمال أفريقيا ووسط أفريقيا وشرق وجنوب، أقصد غرب آسيا، عدد دول كل واحد بيقدم تجربته في إزاي بيحل مشكلة الإسكان عنده. الميزة فيما حصولنا على هذه الجائزة زي ما قلت لك بيؤكد أن هذه شهادة دولية بنجاح الخطة الموضوعة لتأمين سكن ملائم ومناسب يتناسب مع دخول المواطنين واختلافها. يعني كان هناك تفاعل عربي ودولي بلا شك بهذا الملف. ده يعني دي جائزة مقدرة على مستوى الأمم المتحدة وبتتابع من كل المنظمات الخاصة بالتنمية الحضرية والعمران والإسكان على مستوى العالم. فلما بناخد هذه الشهادة وهذه نجحنا بالمركز الأول يؤكد أن سياستنا تم تنفيذها بكل نجاح أمام العالم كله. يعني الدولة وضعت سياسة مستهدفة لبناء مليون و 500 ألف ونصف المليون وحدة سكنية حتى يصل المسكن إلى كل مصري، أو حتى يحصل كل مصري يستحق مسكنا على مسكن لائق. ثم حدثت أو أعلن عن هذه الجائزة، جائزة الابتكار في فئة السياسات العامة. ما الخطوات القادمة؟ يعني ماذا أنجزنا وماذا تبقى لننجزه؟ هو طبعا التارجت او الهدف اللي احنا كنا عايزينه ما زلنا طبعا عملنا الجزء طبعا موزع على سنوات. هذه السنوات ان شاء الله على 2030 يكون اتممنا الخطة
اللازمه لتوفير مسكن ملائم للفئات المختلفه، عشان لازم انا بقول لك الهدف ليس ان انا بعمل لمحدود الدخل، هي اسبقيه اولى، لان دي مهمه الدوله، هي المساله العاجله ومحدود الدخل، والجزء الاخر تطوير العشوائيات. أنا هل تطوير العشوائيات يدخل من ضمن هذا الملف؟ طبعا اللي هو انا في عشوائيات المليون ونص واحده. طبعا. ليه بقى؟ لان انا اصلا العشوائيات ديت بصنفها عشوائيات قابله للتطوير، وعشوائيات لازم ازيلها واعمل زي ما شفنا حي الاسمرات. الحي الاسمرات ده حي جديد خدنا فيه العشوائيات اللي كانت قائمه لانها ما تنفعش، خدنا الناس حطوا فيه مجتمع، يعني اظن كلنا بنشوف عن طريق برامج التلفزيون لما بينقلوا صور الوضع اللي موجود داخل حي الاسمرات. حي هتلاقي مركز الشباب موجود، هتلاقي فيه وحدات اسر منتجه للاسره، هتلاقي فيه متنزهات وحدائق، هتلاقي فيه طرق كلها جديده وخدمات. لا، وبيتوسط المقطم والقطاميه ومدينه نصر وقريب من المعادي، يعني مساله برضو الموقع مميز بلا شك. ما هو ضمن مميزات وضمن نجاح اي مشروع انه يتحط في مكان ملائم ومناسب. هل المناطق التي نقلت اليها العشوائيات بعد تطويرها كمثال الاسمرات، بقيه المناطق على مستوى الاسمرات، يعني هل لمستم ذلك؟ طبعا. يعني المنطقة اللي كان فيها تل العقارب شوف تم تطويرها وعمل مساكن جديدة في نفس المكان وهذه المناطق بقت نموذجية، وخاصة انها لها تاريخ. طب ما تخلينا فنم ناخد مكان في القاهرة ونتحدث عنه، مثلا على سبيل المثال جنوب القاهرة. على سبيل المثال ان هو كان مكتظا بالعشوائيات، يعني نتكلم عن حي الاسمرات، على ما اذكر جاء منه عزبه ابو قرن في مصر القديمه، اماكن الزرايب، الاماكن القريبه دي. ايه الاماكن اللي في جنوب القاهره ايضا مخطط تطويرها في نفس مكانها وليس نقلها؟ ما هو كلمه اخطط في اطورها في نفس مكانها لازم يكون فيها عناصر تمكن من ان نطور على الوضع القائم. معظم المناطق اللي في الجنوب بالذات بتحتاج الى نقل قولا واحدا، ازاله. انا بدور، ولذلك سياسه الدوله دلوقتي كل الاراضي الممكنه، يعني في منطقه في حلوان، في منطقه اسمها المعصره، معروف عزبه الصفيح يعني اسمها. حتى بص، كان المناطق هناك عروض الشوارع بتقل عن 3 متر وفي مباني غير مخططة نهائي. الدولة قامت فورا بعمل كمية إسكان وشقق سكنية وعمارات سكنية على طريق الاوتوستراد مباشرة عشان تنقل هذه المناطق من الوضع الغير حضاري. لو على طريق الاوتوستراد مباشرة يبقى لم نبتعد كثيرا عن نفس المكان. طبعا. عن ملاصق، اعتقد عزبة صفيح على المعصرة على الاوتوستراد. الصفيح والعمدة عزبتين. دي انا بدي مثال، انا الاختيار اي قطعة، اصل انت ما خلي بالك برضه قد ساعات عدم وجود اراضي كافية لتنفيذ هذا المشروع بيضطرني اتجه الى مناطق اخرى، وده اللي بيتم في المدن. يعني مثلا عملنا مدينة جديدة اسمها مدينة المنصورة الجديدة. دي مدينة مبنية على أحدث النظم المعمارية والتخطيطية، وبنسميها من المدن الذكية، لأن احنا عارفين محافظة الدقهلية من المحافظات اللي كمية الكثافة السكانية عالية جدا. فلما أجي أعمل مدينة، ومدينة المنصورة برضك من وصل اسعار الاراضي والاسكان الى ارقام فلكيه، فالتفكير على طول احبل في الامتداد الطبيعي الموازي لي. الاصل هو ده النجاح، هو ده قمه نجاح التخطيط العمراني السليم. وذلك انا بقول في مصر الان افخر ان بلدي مصر بتشتغل بنظام التخطيط العمراني
والمجتمعات السكنية المجتمعات العمرانية وليست السكنية. أنا مجتمع عمراني، عمراني يشمل سكني وحضاري وخدمات ومرافق، وإحنا داخلين على مرحلة في مصر هي الرقمنة. أنا خدمات المواطنين عشان تسهل، وهيلاحظ المواطن المصري خلال الفترة اللي جاية كل الخدمات اللي تخص باحتياجاته اليومية هتبقى أسهل وأيسر من الأول. ليه؟ بنعتمد على الرقمنة، والرقمنة يعني إن كل حاجة تبقى مرتبطة بشبكات اتصالات جيدة ومتصلة بخدمات كتيرة. المواطن دلوقتي بيحصل على الشهادات، ما كنت لازم أروح عشان احصل على شهاده، حتى القوات المسلحه وهي قاطره يعني بنبني مجتمع يكاد يكون مستقلا بخدماته، حتى بموارده من الوظائف، النوادي، الاماكن، الشهر العقاري، ودي منظومه متكامله. انا اشرت الى ان هو الموضوع يعني هناك واسع وكبير. هناك اكثر نقطه، اسمح لي وليسمح لي الساده المشاهدون الكرام، زميلتنا شيرين حلمي اعدت تقريرا حول الاهميه الاقتصاديه والاستثماريه على سبيل المثال للعاصمه الاداريه الجديده كواحده من المدن الذكيه الصديقه للبيئه. نتابع هذا التقرير ثم نعود لنقاشنا في ملف الاسكان. بدأت مصر التخطيط لدخول عصر المدن الذكية من خلال دمج هذا المفهوم بالمدن الجديدة التي يتم إنشاؤها ورصد موازنات استثمارية لدعم بنائها. ويأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي بدأ عام 2017 على رأس المشروعات التي تتم بها الحكومة المصرية للتحول نحو المدن الذكية، حيث تبلغ مساحتها 170 ألف فدان. وتهدف الفكرة الأساسية للمشروع إلى إنشاء مدينة بمواصفات عالمية تعتمد على تقنيات ذكية منذ البداية، بداية من تخطيط المدينة وإحيائها مرورا بالبنية الأساسية وتخطيط الشوارع والمواصلات، وانتهاء إلى الخدمات المقدمة بصورة مميكنة ومترابطة، مع التركيز على استخدام الطاقة الشمسية وتقليل استخدام الطاقة الكهربائية. وهذا ما تمت مراعاته في محطات الطاقة وفي البنية الأساسية والمرافق العامة لتتوافق مع مثيلتها من المدن الذكية في العالم. يعد مشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة مشروعا قوميا بالأساس وليس مشروعا استثماريا فحسب، إذ تتنوع عوائده الاقتصادية من توسيع الحيز العمراني والإسكاني إلى توفير فرص عمل للشباب ومراعاة البعد البيئي ومواكبة أحدث التطورات التقنية والعلمية بما يمثله من قيمة مضافة ونوعية للأجيال الحالية والمقبلة، حيث أصبح واضحا أن المدن الذكية أصبحت طرازا لما يجب أن تبدو عليه مدن المستقبل ومرادفة للتنمية الحضرية، حيث تسعى الدولة إلى الاستثمار في التكنولوجيا لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التقدم الاجتماعي وتحسين الظروف البيئية. أنا من البلد دي، ليا في كل الشارع فيها حكاية وناسها، أهلي وحبايبي أجدع ناس، حموا مصر زمان من الاحتلال ودفعوا عن ترابها بأرواحهم وانتصروا، علشان كده سموها المنصورة، عروس الدلتا. وعلى قد ما الماضي كان جميل، اللي بيحصل في المنصورة النهاردة بيقول إن اللي جاي هيبقى أحلى. المنصورة الجديدة مدينة كبيرة مبنية على مساحة 7211 فدان، مش بس هتبقى مصيف لكل أهل الدلتا، دي مدينة كاملة هيعيشوا فيها طول السنة، وكل حاجة محتاج لها هتلاقيها، مناطق سكنية ومساحات خضراء، شقق وفيلات، مشروعات بنية تحتية، ومحطة كهرباء عملاقة، ومحطة لمعالجة المياه، مدارس، مستشفيات، ونوادي، وجامعة دولية من أهم وأكبر الجامعات في مصر، وكورنيش المنصورة الجديدة على شط البحر، حاجة ما حصلتش قبل كده. المنصورة الجديدة هتبقى نقلة في طريقة الحياة في منطقة الدلتا كلها، وزي ما اتبنت بإيدينا يا مصريين وفي زمن قياسي،
احنا برضو اللي هنعمرها وهنبني فيها الحياة الحلوة اللي بنحلم بيها. ما هو الحلم خلاص بقى حقيقة. مدينة المنصورة الجديدة مفيش أجمل من كده، وهتبقى أجمل بيكم. المنصورة الجديدة هتنور بيكم. أهلا بحضراتكم مرة أخرى في هذه الحلقة من ملفات ملفنا الليلة. كما تابعنا في التقرير وكما تابعنا من بداية الحلقة، هو ملف الإسكان بعد حصول صندوق الإسكان الاجتماعي بجائزة الابتكار في فئة السياسات العامة. نتحدث أو تحدثنا ونتحدث عن توفير مساكن ليست في ضمن مشروعات سكنية فقط، إنما ضمن مجتمعات عمرانية بمعنى المجتمعات العمرانية الشاملة. ضيفنا الأستاذ الدكتور إسماعيل نصر الدين الخبير في ملف الإسكان كان قد تحدث قبل الفاصل عن منظومة المجتمع العمراني بمعناه الشامل والرؤية الدائمة والرؤية البعيدة المدى، ثم ضربنا مثالا بالعاصمة الإدارية وتابعنا ما جاء في التقرير. دكتور، نبدأ بالعاصمة الإدارية. يعني هذا الاستثمار الضخم التاريخي في تاريخ مصر الحديث على الأقل، ما الجدوى الاقتصادية؟ كيف يرى المواطن أو كيف نحدث المواطن الذي يشاهدنا الآن عن الجدوى الاقتصادية لهذه العاصمة؟ يعني بصراحة الجدوى والاستفادة هي لو قعدنا نتكلم فيها عايزين ثلاث حلقات، لكن أنا هأبسط الأمور للمواطن العادي عشان يستوعب الموضوع. أنا العاصمة الإدارية الجديدة لما أقول لك إنها هيبقى كل الإدارات الحكومية التي تقدم خدمات للمواطن المصري تتعامل بالرقمنة وبنظام إلكتروني، لا يوجد فيه نظام للتأخير في الموظف يفوت عليا بكرة يا سيد والكلام ده. العاصمة الإدارية فيها مطار جديد، العاصمة الإدارية فيها منشآت رياضية جديد، العاصمة الإدارية فيها بقى أماكن مجهزة لاستقبال المكاتب الاستشارية والوكلاء لكل مختلف شركات العالم اللي بتصدر وبتنتج. المكاتب دي مجهزة بتطل على شوارع كلها، شوارع نموذجية. يكفي أقول لك أن لن ترى في مدينة الإدارية الجديدة حكاية أن لما حصل سدد في الصرف الصحي تلاقي الشارع كله غرق وتلاقي الناس ما بتعرفش تتحرك. هذا الكلام غير موجود نهائيا في العاصمة الإدارية حتى لو حصل، لأن كل الصرف الصحي ومؤثر التغذية بالمياه وكابلات الكهرباء ماشية طبقا لأحدث ما وصل إليه العلم التطوير المعماري والتخطيط وإقامة المدن المستدامة، وهو نظام الضغطات. كل حاجة تحت الأرض ولها مخارج ومداخل. الضغطات يعني كل حاجة تحت الأرض، هو ده المعنى ولا لا؟ طبعا كلها تحت الأرض وكلها يسهل صيانتها وعملها. أنا بقول بقى إيه أكتر من كده كمان، أن كل فئات السكن اللي تصلح لمجتمع موجودة في سكن للموظفين، لأن وزارات زي ما احنا قلنا كل الوزارات اللي موجودة في القاهرة يعني ابتدت حتى تنتقل. مجلس الوزراء دلوقتي بيجتمع في العاصمة الإدارية. طب المنصورة الجديدة على سبيل المثال، يعني قد يقول قائل يعني الأسعار لكي أحصل على مسكن أو مكان في المنصورة الجديدة على سبيل المثال يعني الثمن مرتفع، ما رأيك؟ أقول لسعادتك حاجة، شوف أي تخطيط عمراني سليم
يجب أن يشمل كل الفئات والتي تقدم الخدمة للراجل اللي عايزها. عندي ناس عندهم قدرة مالية، وده اللي بيرجعني أو يخلي يوصلني لمفهوم التكافل، التكافل الاجتماعي. بمعنى والله أنا في هيبقى كومباوندات داخل المدينة، الكومباوند ده في فيلات، الراجل هيقعد في فيلا ده من حقه يستمتع لان ربنا اداله خير، وانا كدولة عشان انا مسؤول عن الغلابة يبقى هاخد جزء من القيمة بتاعت هذا الثمن عشان ادعم ما يمكن دعمه للاسكان المتوسط والاقل متوسط. يعني للغلابة مكان في هذه الاماكن؟ طبعا لا يمكن في مصر، وده خطة سياسة الدولة، لا يمكن ان اعمل مكان يعني يكون فيه لفئة واترك بقية الفئات. لكن كل فئة الكومباوند فيه فيلات، العمارات السكنية لها تجمع، الوحدات حتى الاستوديو والصغيرة للشباب موجودة. التخطيط السليم، لان دي احد اهداف التنمية العمرانية المستدامة، وفي خطة للدولة اسمها خطة التنمية العمرانية المستدامة 2030، ودي من ضمنها ان انا احقق هذه المنظومة التناغمية والتكاملية والتفاعلية اللي تحقق لي مجتمع انا بسعى للوصول اليه. هل تتوقع مدنا جديدة اخرى كالمنصورة الجديدة؟ هناك تخطيط لعمل 14 مدينة ذكية. احنا اشتغلنا في العاصمة الإدارية، واشتغلنا في المنصورة الجديدة، وهناك 14 مدينة، ومخطط 7 مدن أخرى لغاية 2030. المعمل هذه المدن، أنت خلقت مجتمع عمراني متكامل مستدام. مستدام بمعنى انه هيفضل دائم ومتطور. تمام. طب دكتور اسمح لي ايضا، معنا زميلنا الناشط اسامة عبد اللطيف، عدى تقريرا حول دور الدولة في القضاء على العشوائيات وتحقيق حلم طال انتظاره لساكني تلك المناطق. هذا تقرير في عصب الموضوع طبعا. الحلقة نتابعه ثم نعود لننهي هذه الحلقة. أحدثت الدولة المصرية طفرة غير مسبوقة في ملف القضاء على العشوائيات بشكل يوفر حياة آمنة لجميع المواطنين. هو الحقيقة لو نتكلم بشكل عام على ملف الإسكان، فالدولة خلال يعني 7 أو 8 سنوات عدت حققت طفرة كبيرة جدا في قطاع الإسكان من خلال تبني مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدود الدخل ومتوسط الدخل. الكلام ده خلى الناس يعني خلى كل الشباب متاح ليه ان هو ياخد شقة بسعر بسيط جدا وتخفيضات، وقسط على 20 سنة. كمان المبادرة الأخيرة مبادرة الإسكان على 30 سنة فائدة 3%، دي حاجة يعني قيمة جدا، واستفاد منها غالبية الشباب المقبل حتى على الزواج، أو الشباب اللي هو مش قادر يجيب شقة بسعر تمليك كاش في الوقت الحالي. دي حاجة. الحاجة التانية اللي اشتغلت عليها الدولة، ودي كانت نقطة فارقة في توجهات القيادة السياسية خلال الفترة اللي فاتت، القضاء على ملف العشوائيات تماما. يمكن احنا الحمد لله كدولة قدرنا ان احنا نقضي على 13 منطقة عشوائية من كبريات المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية. المناطق العشوائية مش بس ان احنا اخذنا الناس من بيئة غير آمنة وغير مستقرة كسكن. هي الدولة نجحت بشكل كبير جدا في موضوع القضاء على العشوائيات. بداية كده ان في ملفات مهمة المفروض الدولة تتناولها 1 2 3. فاول حاجة الدولة تناولتها يعني في الفترة الاخيرة موضوع الاسكان، سواء الاسكان الاجتماعي او الاسكان بمشملاته يعني. فهنتكلم في اول حاجة عن القضاء على العشوائيات، لان دي اخطر حاجة بيواجهها المجتمع المصري. المجتمع المصري كان في حوالي 357 منطقة عشوائية خطرة. خطرة بمعنى ان هي خطر على صحة المواطن، خطر على الانسان نفسه. فان هو يجي الفترة الدولة ديت يعني خلال الفترة اللي فاتت ان الدولة تعمل انتهاء من تطوير وتحديث 312 منطقة من 357، ده انجاز غير مسبوق.
وقد تم وضع خطة للتطوير والحد من المساكن الغير آمنة وإيجاد سكن بديل، وذلك في مختلف أنحاء الجمهورية. الدولة بذلت جهودا مضنية خلال السنوات الثماني الماضية لتطوير العشوائيات ليس في القاهرة العاصمة فقط بل على مستوى جميع المحافظات. ففي القاهرة نجد أن الدولة وضعت استراتيجية لإزالة العشوائيات وتسكين أصحابها بخطط تسكين آمنة في سكن مصر وفي الإسكان الاجتماعي. وعلى سبيل المثال مثلث ماسبيرو الذي نشاهده الآن بشكل جمالي وشكل عظيم، وكذلك روضة السيدة التي كان اسمها في السابق تل العقارب فأصبحت روضة السيدة، والتي أصبحت مكانا حضاريا جميلا. وكذلك في جميع المحافظات، ففي مثلا ليس في القاهرة وحدها بل في محافظات في الصعيد وفي الدلتا قامت الدولة، وكذلك في الإسكندرية قامت الدولة بوضع خطط لتسكين قاطني العشوائيات في أماكن حضرية. وهكذا تسعى الدولة بخطى ثابتة نحو القضاء على العشوائيات من أجل تحقيق حياة أفضل لجميع المصريين، وخاصة محدودي الدخل، وانطلاقا إلى الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030. من جديد أهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من ملفات، وملفنا لهذه الليلة الإسكان، وضيفنا خبير الإسكان واستشاري مجال الإسكان الأستاذ الدكتور إسماعيل نصر الدين. دكتور، يعني هل يمكن القول إن مصر قضت تماما على العشوائيات أم أنها قطعت شوطا لا بأس به في القضاء عليها ويتبقى جزء مهم؟ يعني هاخد النص، قطعنا شوطا كبيرا في القضاء على مشكلة العشوائيات. تمام. وأنا يعني من هذا البرنامج وإحقاقا للحق، وأنا كراجل متخصص بقول أن هذا الموضوع يعني بيدين للسيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في إصراره على إن زي ما بعمل مدن عمرانية جديدة لازم أحل مشكلة العشوائيات وأطور الذي الأماكن التي يمكن تطويرها وأزيل نهائيا ما لا يمكن تطويره. هل الدولة قامت بذلك وحدها أم كانت هناك مساعدات أو معاونة ودعم من منظمات المجتمع الأهلي، الأحزاب الموجودة، رجال الأعمال الموجودين؟ يعني هل لمست ذلك؟ شوف، في الحقيقة طبعا عملية بناء الإسكان الاجتماعي والمساكن التي خصصت لتطوير العشوائيات الدولة تكفلت طبعا بكل ما فيها، ولكن هناك تعاون من منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال. فلما جينا نفرش هذه الشقق، انت بتنقل المواطن واسرته من مكان كلنا شفنا شكله ايه يرثى له ولا يستطيع الانسان يعيش فيه، الى مكان محطوط فيه كل احتياجات المواطن ليتم يعيش حياه كريمه. هو دي الحياه الكريمه يا جماعه اللي احنا بنتكلم عنها. ما تم بالنسبه للعشوائيات هو ده صميم الحياة. يعني يا دكتور، المسألة ليست مشروعا سكنيا بمعنى شقة، جدران، حوائط، مساحات وفقط لا غير، ومرافق. طبعا المسألة حياة متكاملة طبعا. المسألة أبعد من ذلك، المسألة تستهدف بناء دولة. فلذلك يعني الشقة مؤثثة أو مجهزة بكامل المرافق، لكن أليست هذه فاتورة كبيرة؟ يعني هل كيف يمكن لمصر أن تستمر وأن تتحمل وأن تواجه هذا التحدي الضخم؟ أنت قلت كبد الحقيقة في الموضوع. هل دي فاتورة؟ فاتورة وفاتورة باهظة وكبيرة، ولكنه التزام التزام وصدق، وده اللي بيخلينا نقول الأمل في المستقبل لمصر
ان شاء الله امل كبير وواسع. ليه؟ لان التجربه اثبتت ان لما بنصر على نقف جنب الغلابه ونساعدهم وندعمهم ونغير شكل حياتهم بيكلف، ولكن هو ده الشيء المطلوب اللي لا يمكن ان نحيد عنه. طبعا الدولة في قروض وفي مبالغ، انا عايز اطمن الناس كلها اي عمل في الدنيا مهما صرف اذا قدرت اسدد ما اخذه من نتاج هذا العمل انا ناجح بدرجة 1,000,000%. يعني النجاح بيبقى مضمون لما وكله درس دراسة جيدة. وعشان كده انا بقول نموذج العشوائيات في مصر نموذج فعلا نفخر به كلنا، ان احنا ان شاء الله لما تنتهي هذه العشوائيات هنفتخر ان مصر من احدى الدول اللي غيرت مجرى حياة الناس الغير قادرين فيها عشان يعيشوا حياة كريمة. هل يعني مسألة حياة كريمة ليست مجرد اعلان، اعلانات تلفزيونية، اعلانات على السوشيال ميديا؟ زرت هذه الأماكن يا دكتور وقابلت الناس ورأيت تغيرا في الحياة فعلا؟ يعني كشهادة من أرض الواقع وبدون أن أقسم يمين فعلا رحت وشفت مدى التغيير الغير عادي في حياة الناس ومدى الفرحة والبسمة والدعاء. على فكرة إنسان تبص تلاقيه بيدعو الدعاء للي عمل، ربنا يبارك ربنا هذه تعبير اصدق تعبير وابلغ من الكلام اللي احنا بنقوله دوت، ابلغ من كل التقارير التي يمكن التقارير ان تقوم هذه المشروعات طبعًا او تحدد طبعًا مدى نجاحها. طبعا اشكرك شكرا جزيلا الخبير في مجال الاسكان الاستاذ الدكتور اسماعيل نصر الدين، اشكرك يا فندم، اشكرك على هذه التوضيحات، ونتابع يعني الايام القادمه كل جديد في ملف الإسكان. شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا جزيلا للسادة المشاهدين، هذه تحياتي وتحيات رئيس التحرير علي أبو زيدان وتحيات زميلتي المخرجة أمال عليوة وتحيات أسرة استوديو 2 من التلفزيون المصري. شرفت بصحبتكم، أنا محمد موافي، غدا حلقة جديدة وفريق عمل جديد، دمتم في رعاية الله وأمنه.